لأنه الواقعية في الطرح لن تكون الواقعية وأنت تتحدث عن تنادي الفقيه لمراجعة ذاتية تكون نتائجها من ضمن ذلك من نتائج المراجعة الواقعية في الطرح، وتقول لن تكون الواقعية إلا بفقه لطبيعة الشريعة ويسرها مع وعي بالواقع، ولعل ثم تتحدث عن مركزية المباح في خطاب الوحي، فالتيسير على الناس وتحبيب الشرع لهم وكسب قلوبهم من أعظم مقاصد الشريعة وحكمها. ماذا تعني بأن المباح مركزي في خطاب الوحي؟ وهل فقه المقاصد يمكن أن يعزز المباح في الخطاب الإسلامي؟ هناك يعني طرق في التصنيف، منهم من يقول الأحكام التكليفية تبدأ بالواجب، ومنهم من يقول تبدأ بالمحرم، ثم يجعلون المباح آخر الأحكام التكليفية، فيسبقه الواجب والمحرم والمكروه والمستحب، ثم يأتي بعد ذلك المباح. وهذا غير صحيح. الصحيح أن الحكم الأول هو المباح، لأن وش الفرق لما نحطه أول واحد ونحطه آخر واحد؟ لما نضعه أول واحد نقول هو الأصل، ثم بعد ذلك تأتي أمور تدل على الوجوب، فأنتقل أنا من المباح إلى الواجب. ثم لو ذهبت إلى محرم يأتيني الدليل ويقول إنك خرجت من دائرة المباح، من ساعة المباح إلى دائرة المحرم، ارجع إلى المباح، فيكون هو الأصل، والأصل في الأشياء الإباحة. العجيب أن التقريرات الأصولية جميلة، لكن التطبيقات أحيانا تكون خارج عنها، خارج مختلفة تماما. وكما سقت لك نص ابن تيمية أن الأصل في الأشياء المباح، وأن الناس لا يسعهم إلا المباح، فإذا فعلوا ما يدخلهم الجنة لم يمنعوا إلا ما يدخلهم النار، والأصل في الحياة كلها الإباحة. طيب أنت قبل شوي شيخ محمد تتحدث على أنه النتائج الفقهية لم تتوافق مع التقعيدات الفقهية، ليش صار في تباين بين النتائج وبين التقعيدات؟ والله هذه جملة جميلة جدا أشار إليها ابن تيمية في بيان الدليل، قال من الأسباب شيء يرجع إلى عقلية الفقيه، طريقة فهم الفقيه، وأحيانا يرجع إلى طبيعة حياة الفقيه. فحينما يكون الحياة الفقيه يعيش في حياة مختصرة، حياة لا تطلع يعني لا يطلع فيها على العالم ولا متغيراته، أكيد هذا يؤثر في تطبيقاته الفقهية ويؤثر في ذهنه. كذلك أيضا الملكة الفقهية عند الفقيه، الملكة الفقهية والتدريب الذهني، حتى الشيخ ابن تيمية يقول إنه مثل من يتعود على حمل الأثقال فإنه يعني يزداد قوة وتزداد عضلاته. كذلك أيضا من لا يتعود على الفتاوى الكبيرة وعلى القضايا الكبيرة وعلى التطبيقات والتمرين الفقهي، التمرين الفقهي ليس عنده تمرين فقهي، هذه جملة أسباب تؤثر في سوء التطبيق. أي فيكون التقعيد مناسب يعني وجيد. التقعيد يكون خاضع لدراسات ذهنية، وأنت تعرف الدراسات الذهنية سهل، يعني أسهل من كون الإنسان يجرؤ ويطبق هذا في واقع الناس وفي حياته هو. طيب أنت في هذا الوقال تطالب الفقيه بأن يراجع ذاته، كيف يمكن للفقيه أنه يراجع أدواره ذاته؟ حتى لي مقال آخر اسمه الوعي العلمائي. وعي العلماء أهم من وعي الناس، لا سيما في العالم اليوم الذي نعيشه. أنا لا أريد أن أنتقل إلى عصور متقدمة، أنا مطالب الآن في التجديد والعمل في عصري أنا. يجب على الفقيه أن يكون واعيا ومدركا ومجددا لحياته هو قبل أن يجدد حياة الآخرين. يعني مثلا تعود الفقهاء أن يقوموا بدور اللاعبين، لماذا لا يقوموا بدور المشاهدين؟ ماذا تقصد بدور اللاعبين؟ بمعنى أنه بدل أن يكون هو فقط من يخرج للناس فتواهم، أن ينزل إلى الناس في أسواقهم وأن يعايشهم وأن ينظر إلى حالاتهم وأن ينظر إلى إعلامهم وأن ينظر يقرأ في صحفهم. هل تلمح إلى أن الفقهاء يفتقدون هذه الأدوار؟ الفقهاء ليسوا كلهم، لكن احنا نتكلم على انه يوجد من الفقهاء ومن كان على هذه الشاكله فليغير دوره ويعيش الناس. وقالوا ما لهذا الرسول يعني وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. طيب بس يبدو انك انت تتحدث يعني وكانك تتحدث عن معاناه، انه في فقهاء في معاناة. نعم. في فقهاء وربما كثيرين لا يعانون معاناه الناس، لا يعيشون معهم، لا يعرفون احتياجاتهم، لا يدركون، في فقهاء لا يدركون من الناس عليه. هل هذا من باب الزهد ولا احيانا لانهم في طبقه والله أرقى من الناس؟ لا، الفقيه وجد نفسه في طريقة كلاسيكية تقليدية قديمة، فأراد أن يكون خير وارث أو خير خلف لخير سلف، بينما هذا ليس بحقيقة. الحقيقة أن الفقيه يعيش عصره، ومن لم تكن له روح العصر كانت له شروره. والفقيه من أولى الناس أن يتقدم
لأنه تنمية هذه المجتمعات قد يعيقها فتوى، ونحن لا ندرك هذا الشيء ونشاهده. قد يعيق التنمية كاملة فتوى. هل ترى أن التنمية في العالم العربي تعيقها الفتوى أحيانا؟ يعيقها حالات التدين الغلط. وش حالات التدين الغلط؟ إما من مجموع الناس، لأن الناس الآن أصبحوا لو فتحت على بعض القنوات أو دخلت على بعض المواقع الإسلامية التي تصدر الفتاوى لوجدت أن الناس يسألون عن أشياء ليست من المهمات وليست من الكبار. أصبحت مثال ذلك المرأة مثلا. المرأة أصبحت تسأل ماذا تلبس وماذا تأكل وماذا تشرب وماذا تشاهد وماذا تقول وماذا وكيف حتى الرجال مو بلازم بس المرأة، لا لكن المرأة بزيادة، لأنه أصلا جالسة في البيت فتضغط على القنوات وتسأل، فبالتالي فقدت ذاتيتها أصلا، لأنه هذا الشيء من حركات يعني المجلس. هل للمجتمع، لو كان المجتمع مثلا محصنا أو واعيا، ستصل المرأة إلى هذا المستوى؟ ليس التحصين الإشكالية، أن مجتمعاتنا غير واعية أو الوعي فيها منخفض والتخلف هو السائد فيها، فبالتالي أي مخرجات من مخرجات التخلف ضمن منظومة التخلف ليست غريبة. طيب أرجو أن لا تعتبر انتقالي لفاصل غريبا ولا تخلفا شيخ محمد. فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، نعود بعده لمواصلة حوارنا مع المفكر الإسلامي السعودي الشيخ محمد الدحيم، فابقوا معنا. حياكم الله في إضاءة مجددا أيها الإخوة والأخوات، لا يزال حواري هذه الحلقة مع المفكر الإسلامي السعودي الشيخ محمد الدحيم. شيخ محمد، كنا قبل الفاصل نتحدث عن أن للتخلف في العالم الإسلامي منظومة، وتتحدث عن أن كثرة الأسئلة وكثرة الاستفتاء هو جزء من منظومة التخلف. يعني أنت الآن تقوم بدور الفقيه في أحيان كثيرة، ومع ذلك ترى اللجوء إلى الفقيه كثيرا شكلا من أشكال التخلف؟ أنا أقول إن الناس إذا أصبحوا فقدوا ذاتيتهم وأصبح ليس عندهم أبسط شيء من المعرفة، وأصبحوا يسألون عن أشياء من المباحات، يعني هي مساحة المباح لما تقلص، هي حديث له صلة، لما تقلص مساحة المباح على الناس كأنك تقول لهم بشكل أو بآخر اسألوني. لكن لو كانت مساحة المباح عند الناس واسعة ما كادوا يلجؤون إلى كثرة الأسئلة، وكثرة الأسئلة تضطر الفقيه إلى كثرة أجوبة، وهكذا نصبح ويمكن توسيع دائرة المحرم بعد. وتوسيع دائرة المحرم والواجب على حساب المباح. هل ويعيش الناس في ضيق وحرج فيفعلون إما أن يفعلوا ما يفعلونه ويلجؤون إلى من يبيح لهم هذا الشيء، أو يفعلونه مع ضمير إحساس بالضمير أنه يفعل شيء آثم عليه وأنه إن شاء الله سيتوب من هذا الشيء. هذه جريمة، ولذلك قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طيب أنت تتحدث على أنه في الواقع الفقهي هناك مشكلة في توسيع باب سد الذرائع، في توسيع دائرة العمل بالأحوط. كيف يمكن لنا أن ننتقل، يعني هل الفقهاء مؤهلون للانتقال إلى هذه المرحلة التي تتحدث عنها؟ نعم، نحن يعني أولا لسنا أمام فقهاء شريحة واحدة، نحن أمام جامعات عملاقة وضخمة، يجب أن تكون مخرجات هذه الجامعات في واقع الناس. أنا لا أتحدث عن قطر معين، لكن أقول لك أنه كل العالم فيه جامعات إسلامية، لكن أين مخرجاتها؟ أو إذا سألنا عن المخرجات فلنسأل عن المدخلات في هذه الجامعات. هل المدخلات تعطينا مخرجات فقهاء؟ أنت تتحدث عن المخرجات، عن من تنتجه الجامعة من طلاب يتخرجون منها، المدخلات والشو اللي هي الآلية، لا مدخلات مناهج التعليم، آلية التعليم، أساتذة التعليم.